صوتك عم يلعلع من الصبح. ما بتقولي لحالك في ناس بدهم يرتاحوا؟ بعدين شو بك يطاير عقلك انه جايه بنت الباشا؟ شو بحياتك مالك شايفه بنات باشوات؟ ايه انا بزماني لما كنا نروح لعندهم على البيت كنت اضحك الاكله لهي الفصعونه حشكو لبك. ايه هي ايام زمان الله يرحم. هلا الصغيره الفصعونه صارت كبيره وصبيه ويا محلاها، ومو حلو بحقك تجي بنت الباشا وتشوف بيتك مو نظيف. ايه لا اذا هيك معك حق تقبريني، لكن يلا شمري لي عن ايديك الحلوين وبلشي شطف. ضحكتيني والله يا درتي، مو شايفه بطني لحلقي؟ انا ادراني طخي انا، خلي بناتك يشتغلوا وينظفوا درتي. شايفتك شو مالي شايفتك؟ لتكوني فكرتيني عم يا درتي. على كل حال مثل ما بدك. فتحيه لطفيه فهميه، يلا تعالوا بلشوا شطف، حاكم جاية بنت الباشا. مبسوطه هيك تقبريني؟ يا ميت اهلا وسهلا بكوثر خانم. اهلين فيك مثل ما كانوا، نورتي وانستي. افتكار خانم قدي من ايدي هلا ماشي. تفضلي شفتي تفضلي. لك ولي على قامتها شو حلوه، تروح فرم الهي شو باين عليها العزم الجاو. لك انت قبريني هي بنت الباشا مو بنت الشاويش. خلصي ولي من شو بيشكي الشاويش؟ هو احسن من ابوها بس بمليون مره. ها طقنا قتلك قتلك يا بي. انا كثير خايفه. لا تخافي يا بنتي، اليوز باشي ما رح ياكلك. لك يا بنتي هو بني ادم مثله مثلنا، رح يسالك سؤال او اثنين بتجاوبي عليه مثل ما قلت لك، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. اجي معها يا بي. شو تجي معها؟ نسيتي جوزك؟ بقي من قيامتنا هذا اللي كان ناقص. لك فوتي خلصيني، تاخر الزلمه عنده شغل. فوتي. لك شو دخلني بالشغله؟ لك تضرب هالقصه منين اجتني؟ لك يضرب شكور منه للباشا؟ لك ضروري دخلوا بنتي بالنص؟ لك شو دخلها بنتي؟ تفضلي تعرفي. يسلم ايديكي. وانت شو اسمك؟ هاي بنتي فتحيه. ما شاء الله عليهم من كتر مكتار ما عاد عرفنا اسمائهم. وانت شو بتشتغلي؟ ما بتشتغل شيو؟ فتحيه ست بيت. ما شاء الله عليها مثل القمر. تسلمي يا خانم عيونك الحلوين. يلا فتحيه روحي انت حبيبتي. بامرك يا عمو. ايه افتكار خانم، القماش اللي جبت لك اياها حلوه كثير، وبدك تفصلي لي منه فستان حلو. ايه والله يا خانم، هي القماشه من الحرير الطبيعي وما بيلبس منها الا بنات الخواجات. وانا سمعت انك تعلمتي على ايدين احسن خياطه، مشان هيك جيت لعندك. ايه وانا بخدمتك يا خانم. واذا عجبني شغلك بصير بفصل كل ثيابي عندك. وانت يا فريال بدك تقصي لي شعري قصه حلوه ودارجه وتزينيني. لك تكرم عيونك يا خانم، رح اقصل لك قصه جديده ما حدا قص مثلها. لك عم نشرب القهوه مشان افتكار تاخذ لي قياسي وانت تعملي لي شعري. ايه مطرح ما يسري يمري، تفضل. شوفي يا افتكار، بدي شيء دارج ويلي ما حدا فصل منه من بنات الحاره. وحياة عيني لحتى افصل لك تفصيله ما حدا لبس منها، وهي التفصيله اسمها الكلوش. وشلون هي بقى؟ هذا يا ستي بتكون ضيقه كثير من عند الخصر ومن تحت فاضيه. وحياة عينك ما حدا لبس منها من بنات الحاره. وغير هيك انا ما بفصلها غير لبنات الخواجات والاكابر مثلك حبيبتي. ايه حلوه كثير. واذا عجبتني رح كارمك كثير. ما بتقصري يا خانم، كلك ذوق. حلو كثير. خدي وقتك، المهم يطلع شيء مميز. بإذن الله رح تاخدي الشيء على كيفك. وشو القصة الحلوة والدارجة يا ست فريال؟ هلا أغلبية بنات العيال والأكابر مثل حضرتك عم يساووا هي التسريحة، بيفردوا الشعر وبيجعدوا تجعيد، إن شاء الله رح تلبق لك يا خانو. إيه خلصي بالأول وبعدين نحكم حلوة لما لا. لا أكيد رح تعجبك. إيه بلشي لك. إيه بأمر عيونك أنا. يا مو جاهز جاهز يا عم جاهز. ان شاء الله حبيتي التسريحه يا خانو. يعطيك العافيه فريال خانو، عن جد لما قالوا عنك انك اشطر مشاطه بهالبلد ما كذبوا. تسلمي يا خانو من ذوقك والله. بعدين القالب غالب ما شاء الله ما تبلي. شكرا. تفضلي هي اجرت ايدك. لا ايوه ما بصير، بدنا خدمه تحرير. لا ما بصير، انت تعبتي لازم تعبتي خدي من ايدي. يا خانو هذول كتار كثير. معلش هي إلك ولبنتك عزمية تعبتوا. يلا أنا صار لازم أمشي بخاطرك. الله معك يا خانم، مع السلامة. ما تبي
ابن عمي شلون بترضى بهذا الحكي اللي قاله اخوك؟ لك يا حكمة خانم انا ما رضيت، انا قصدي يعني شو قصدك يا ابن عمي؟ من وين بدك تجيب له 20 ذهبة؟ شو مفكر عنا مطمورة بالبيت وعم بحضر المصاري يمين وشمال؟ لك يا فريال مو هيك الموضوع؟ يا ابن عمي انت الك نص البيت يعني مثلك مثله، شلون بتخليه يضحك عليك؟ يمشي براسه. لك يا افتكار ما عم يضحك علي. بلا بلا عم يضحك عليك، لازم تطالبه بنص حقك بالبيت وبالحمام والاراضي والمالكانات والدكاكين، وما تخليه معه شيء ابدا ابدا. ما خلصنا؟ يخرب بيتكم، نفختوني قلبي، خلوني كمل جملة واحدة بس. احكي جوزي، تردنا. لك يا حريم، إن شاء الله اسمعوني، صرت عايد السيرة 100 مرة، قلنا لكم أبي أبزهدي الله يرحمه، ما باخذ ولا متليك من الوصية لحتى يجيني صبي، وأنتم ما في غير تبزولي بنات 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 بنات، لك شي مرة هاتولي صبي واحد لحتى أنا عينه وأخذ حقي منه. الله يرحمك يا عمي على هالوصية. لا والسرنوة مرته راح تبزط له ولدين مرة واحدة. كونوا أرجلا منها وهاتولي صبي واحد بس وشوفوا شو راح أعمل. اتمن تقبرني، إن شاء الله جايك الصبي على الطريق. قصدي درتي إنه الصبي جايين على الطريق. لك أنا شو بدي أحسن من هيك لحتى أخذ حقي. طيب طيب، وهلا شو ناوي تساوي؟ بدنا ندبر له 20 ذهب أحسن ما يقلعنا من البيت. ومنين بدك تدبرهم؟ ما في غير، هو الوحيد اللي قادر يديني. فعلا الحكي اللي قاله ابو شكون مظبوط، انا لازم افكر بحالي وكل زوجي، صبرت كل هالسنين لربي بنتي، حاجه فعلا حاجه بكفي، لازم افكر شوي بحالي ولاقي من يهتم فيني بوحدتي، لازم، ولازم كل خلق تعرف يا ما اخجل من حدا اقول هي مرتي. اما بالنسبه لرئيفي ماشي الحال، بلاقي لها دوباره، انا اللي بلاقي لها دوباره. مين في عند باب فتحيه؟ يا مو هذا رئيس الكركون قال جاي يشوف ابي. ايه قولي له لابوك يعطيه خبر. ايه بامرك يا عم. يا ابي يا ابي. ايه يا ابي شو في؟ يا ابي اليوز باشي رئيس الكركون على الباب، شو بقول له؟ قولي شو جابوا هذا؟ لا يا ابي قولي له خليه يتفضل. بامرك يا ابي. تفضل حضرت اليوز باشي، ابي عم يستناك فوق. يلا يلا. اهلا وسهلا يا سيدي. خليك مستريح لك. شواشبك يا حضرة اليوز باشي؟ كبر والله. قل لي شوف شواشبكني، شو صار معك؟ احكي لي شوف. والله يا سيدي بعتونا لعند الباشا، قام حضرة الباشا قال طالعوا الحضبات على الاسطوح. طالعنا هون يا سيدي، عدم المؤاخذة يعني كان الحمل تقيل كثير يعني وزن الشيء الفلاني. طلعت حملين مبرق شوي ظهري. ها عنا بعد منا رحنا بدنا نظبط حيط البايكه ونطينه، جبلنا الجبله عم بحمل حجر، قمت زحطت وقعت انا والحجر وصار اللي صار يا سيدي. قلنا لحالنا بركدا ان شاء الله بتخف، قمت رحت انا وفهيم لعند اخي افارس على الحمام، قام اجى المكيس كيسني وفرق لي ظهري ارتحت. الحمد لله قلنا لحالنا ميح، وصلنا على البيت برد يا سيدي برد ظهري. امتي بست شقفه واحده مثل ما لك شايفني. ايوه شاويش فكري، قول انك سويت هذا الشيء قصدا منشان تسود وشي قدام الباشا وتقعد بالبيت كم يوم مثل الحريمات. الله يسامحك يا سيدي، الله وكيل، انا ما بتخلف عن واجبي بعمري، بحياتي ما تاخرت ولو دقيقه واحده عن شغلي بالكركون. انا اساسا يوم اللي بيعطوني اجازه ما بروح بقضي الاجازه بالبيت، بقضيها بالكركون سيدي. شو صارت هاي؟ يا عمو يعني انا ساوي القهوه وفوت لهم اياها؟ لا تقبريني، ارتاحي انت، ليش لحتى تفوتيها؟ انا بفوتها، شو رايك؟ لا يا عمو مو هيك قصدي، قصدي خلي وحده من بنات خالتي فريال تفوت لهم اياها. لك يا حوبه
عم اقول لك انت فوزية، فهمي علي بقى. يا مو اذا بدك انا بعمل القهوه بفوتها. لا يا مو انا مضيفه. لا انت ولا هي، فتحية هي الكبيره، هي الشنتيره بيناتكم، هي لازم تضيف القهوه. قومي بي يلا. عمرك يا مو. لا هي في شيء اعمى قلبي خلصني منه. شو قلتي يا مو؟ ما في شيء. ليش دبقتيني انت هالدبقه؟